بدنيه كبيره جدا مارسيلو من الوسط كره عرضيه ممتازه من هناك لايسكو انطلق ايسكو كره صعبه للريال ايسكو تمام ايسكو ايسكو خطف الكرة وبنزيما يسجل أول أهداف المباراة عند الدقيقة السابعة كريم بنزيما يسجل رابع أهدافه في هذا الموسم يا سلام على التمريرة أولا من مارسيلو بيمناه ويا سلام على الانطلاقة من هناك من فرانشيسكو ايسكو انطلاقة زايد إصرار كبير سمح له بالتفوق بالكرة وإعطاءها على طبق في اتجاه كريم بنزيما الذي لا يضيع ولا يفوت في مثل هذه الظروف شوفوا الخطأ الفادح تركه من هناك فرانشيسكو ايسكو انفرد على الجهة اليمنى رجع المدافع ولكنه ضاع وتاه واسترجعها ايسكو مررها لكريم تحت أرجل إيلايزوز مفتتح مجال التسجيل للريال جول مقابل صفر ليس هناك سيناريو أفضل من هذا بالنسبة للريال أمام فريق ضاغط عليه وتحصل على ركنيتين ولكن الهدف أغلى من الركنيتين وأغلى من 20 ركنية في المباراة ألح عناصر فريق ريال مدريد هاي اللعبة كم كانت رائعة من مارسيلو خطأ في المراقبة هنا فقد توازن مدافع فريق أتلتيك بيلباو الحيلة والذكاء والحنكة والبراعة عند اللاعب المتميز إيسكو استلمها مررها على طبق في اتجاه كريم الذي افتتح مجال التسجيل في هذه المباراة من كل الزوايا اللعبة رائعة بالنسبة لإيسكو هدف رابع لكريم بنزيما منذ انطلاقة هذا